في بداية اعتقاله اعتدي عليه بالأيدي ودهست سيارة كمان وألفاظ بذيئة، وكل العالم شاف اللي صار مع أحمد، وهذا كله طبعا بترك أثار نفسية فيه، يعني مش طبيعي، يعني مش طبيعي اللي صار معه. لكن قلنا إن شاء الله إنها فترة وبتمر، بس في الوقت الحالي يعني بمر بوضع سيء جدا من ناحية نفسية، وبتعالج، مش إنه ما بتعالجش، إن شاء الله إنه بتعالج، بس بده بيئة يكون موجود فيها يتعالج فيها، مش بيئة سجن ولا بيئة عزل. يعني المفروض يكون بين ناس أصحاء، ناس عاديين في مجتمع، يعني مش المقصود فيه الناس إنه لا سمح الله مش عاديين في السجن، لا، المقصود إنه مجتمع طبيعي يعيش فيه خارج السجن ويتعالج. بده علاج نفسي، بده علاج نفسي، بلزمه علاج نفسي حتى يخرج من الحالة اللي هو فيها.